تمام عليك يا باشا، أنا لسه راجع من المصنع ورايح على المكتب على طول. المتهمين متأمنين وعلى وصول يا باشا. لا، اللي أنا عرفته إن الحرس الجمهوري لغى الزيارة بعد الانفجار على طول. الرئيس هيطلع على شركة أبو قير وبعد كده على برج العرب. يا باشا الموضوع ده يتحسب لنا، إحنا أحبطنا الانفجار قبل الزيارة. تخيل حضرتك لو كانت القنبلة انفجرت والرئيس في الموقع. أيوة، ما هم أصلهم كانوا مخططين إنهم يتسللوا بيها للمصنع. لا، محدش اعترف، بس التحقيقات هتبدأ أول ما نوصل على طول. بس الموضوع باين يا باشا، محمود ده كان واضح إن هو بيعد العدة من زمان علشان يعمل العملية دي، وكان مقرر إن هو يهرب بعد التنفيذ على طول. أيوه يا باشا، عندي الأدلة على الكلام ده. أنا كمان حرست من على الجهاز بتاعه رسومات هندسية. لا لسه ما أعرفش طبيعتها، بس هبعتها للأدلة الفنية عشان يفحصوها على طول. أكيد يا باشا دي خاصة بالقنبلة اللي انفجرت قبل ميعادها. يا باشا المعلومات اللي جمعناها عن محمود بتقول إن الراجل ده عنده دوافع قوية جدا إنه يعمل العملة المهببة دي. لا شريكه ما نعرفش عنه حاجة خالص. ما تقلقش سعادتك، قبل الظهر إن شاء الله هيكون عند سعادتك تقرير كامل باللي حصل عشان حضرتك تطلع بنفسك وتعلنه في وسائل الإعلام. الناس لازم تعرف إن البلد فيها أمن صاح يا باشا. بالراحة يا ابني، بس لحسن رجلي تبان. هو انتوا قلبتوا العشة كده ليه؟ هو انتوا مين بالظبط؟ صح، انتوا البوليس. هو سالم رجع يسرق من تاني؟ ابن الكلب كان قايل لي تاب. هنعملوا فيها ايه يا فندم؟ ردوا فرع عند الدولة عشان استجوبوه. يا ابويا ايه مالك؟ عسكري منك ليه شنوها؟ شفتوا؟ رجلي بانت. سامحني يا رب، اتقلبت. حرام عليكوا يا حكومة يا ظالمة، حرام عليكوا. منك لله يا سالم. جرينا قال والدة مؤتمن الفرع يا فندم. فتشت العش. لا يا فندم ما فيهاش حاجه. يا رب حرام عليك. لا العش ما فيهاش اصلا، عمل قنبله. واضح انهم كانوا عاملين حسابهم يا فندم. حرام عليك. ماشي يا فندم. عجبكوا كده؟ يا رجلي بانت، سامحني يا رب. اطلع يا ابني. عيان. يا ريتك كنت جيت بنتي يا سالم. على بهدلة امك ديت على قبر. يا عيني على عشيتك اللي اتدهملت يا اختي. باي باي يا عشيتي، يا هدوم اللي اتعكست واتبهدلت. منك لله يا سالم. يا نهارك الاسود يا سالم، يا رزقك اللي تقطع يا سالم، يا نهارك اللي مش معدي يا سالم. يا عم ارحمنا بقى، انا نفسي افهم بس انت بتعيط ليه؟ هو احنا مقفوشين في خرابه ولا بنصطاد نسوان؟ احنا مقفوشين بنصطاد سمك، يعني صيد شريف. صحيح ما معناش ما يثبت اننا كنا بنصطاد. الشبك والموتور، اذا كان المركب كلها راحت، ما ده اللي انا بولول عشانه. الهي تولع وما تلاقي حد يطفيك يا محمود. يا ابني بص، النص الكوبايه مكسور. احمد ربنا انك ما ولعتش مع المركب. امي هتروح فيها محمود. يا راجل بس بلاش تبالغ، اذا كان ابوك نفسه غير امك فضلت عايشه تروح فين يا سالم؟ ابويا الله يرحمك يابا، الله يرحمك يابا. ورحمه ابوك في بحره، احنا ما ناقصين، كفايه الهم اللي احنا فيه ده. عايزين نشوف هنخرج ازاي من المصيبه دي. بس انت عارف ايه اللي مجنني هذا سالم؟ ايه؟ هما ليه بيمنعوا الصيد التلات شهور دول بالذات؟ مش انت المتعلم بتاع الجامعه؟ ما تقول انت، مش عرفني. مش انت الصياد اللي كان عندك مركب وولعت؟ فهمنا. انا اخويا اعرف ان احنا طول عمرنا بنصطاد طول السنه واحنا ورزقنا على الله، فجاه طلع لك في موضوع ممنوع الصيد في التلات شهور دول. اديك اتمنعت منه العمر كله. ايه؟ عارف احنا لو نخورنا ورا الموضوع ده اكيد هتلاقي حد من الحراميه الكبار ليه مصلحه. يعني مثلا بياخد توكيل السمك ويبيعه لمحلات السمك. عمرك دخلت محل سمك في اي وقت وطلبت سمك وما لقيتش؟ لا. وفي الاخر يجوا على الصيادين الغلابه اللي زيك ويقول لك بنمنع الصيد. قال ايه؟ بنحافظ على السمك. طب واحد زيك لما يمنعوا الصيد ثلاث شهور يعمل ايه مثلا؟ يصطاد نسوان؟ يصطاد نسوان؟ تجيب منين الفلوس اللي هتصطاد بيها النسوان اذا كانت المركب ولعت؟ خلاص ابوس كعب رجلك. خلاص انت عايز مني ايه؟ قلبت عليا كل المواجع اللي في حياتي، ابويا اللي مات، النسوان اللي مش طايلها، اعمل ايه؟ انت عايز مني ايه؟ عايزك تقول كل الكلام ده ياد قصاد وكيل النيابه، تشحت في قصاده. لازم الكاتب وهو بيكتب المحضر دموعه تغرق الورق. اقعد بقى احكي له على امك العيان وابوك اللي غيرك وظروفك الاطران والنسوان اللي انت مش طايلها، كل مصايبك احكيها.
بس انت عارف احنا موقفنا كويس في القضية دي. ازاي؟ خدتش بالك ان هما فكونا الغماية والكربشات؟ اسألنا انا عن الناس دول، انا خبرة في شغلهم. قالوا حاجة مفيدة؟ دول اكلوا دماغنا يا فندم، خصوصا الجدع اللي اسمه محمود ده. هنا كلام عن الصيد والسمك. للحتة الوحيدة اللي قالوا فيها حاجة ممكن الواحد يقف عندها. العيال دي شكلها بتدرب على تقيل قوي. اقطع دراع مكانه وعرفوا مكان الكاميرا فيه. تفتكر يا فندم؟ واضح جدا من كلامه. عموما اللي ما طلعش بالذوق يطلع بالعافية. حضروه. بقى موقفهم ضعيف الى ما تشوف يوم عادل في حياتك يا محمود. بلاش الدعوة دي يا سالم، ده احنا عشرة عمر. وبقول لك ايه يا باشا، هو ايه لازمة الكلبش اللي من ورا ده؟ انا اسمع انه مش قانوني. ولا السد رحمك اكيد سمعت ايه يا باشا، بس بلاش تشتم سالم بالام عشان امه عيانه. استظرف يا ابن العبيطة، مش كفاية هاري دماغ امي من الصبح؟ هم عرفوا منين اننا كنا بنرغي؟ اكيد كانوا بيتصنطوا علينا. قلت لك بلاش تتكلم في السياسة وتلبخ، ده انت هتشوف ايام سؤودة. انا قلقانة قوي يا حاج اسماعيل، في كم اخ من اللي كانوا متاخدين طلعوا، انما بابا وحسين مفيش اي اخبار عنهم. ما تقلقيش خالص يا ام عبد الرحمن، الدنيا اليومين دول فيها شوية لبش. بيقولوا والعلم عند الله انهم مسكوا مركب فيها متفجرات جاية من غزة، وعليها بعض الاخوة الفدائيين كانوا ناويين يفجروا الطاغوت. لكن نقول ايه بقى، ربنا ما قردش. طاغوت مين يا حاج؟ ده حسين من نهار ما التزم وهو ربنا هديه وما بيقعدش على القهوة وقطع علاقته بكل اصحابه، لا يعرف طاغوت ولا لي اي علاقه بيه. ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. 100 مره انبه على الاخ حسين انه يصحبك عشان تلتقي بالاخوه المؤمنات كي تزيدي من معلوماتك الدينيه، وهو بيرفض مش فاهم ليه. هو انا يعني يا حاج بسيب فرد؟ ده انا بسم الله ما شاء الله عليا لا يمكن اسيب فرد. وبعدين يا حاج انا العيال اصلا مش مخليني اقيم راسي، ده انا سايباهم دلوقتي عند الجيران وعمال اقرا الصمديه وادعي ربنا ان نرجع ما لقومش عاملين مصيبه هناك. ربنا يكون في عونك يا بنتي ويقدرك على اللي انت بتعمليه. وعموما انت والاخ حسين بتتبعوا السنه وهتثابوا باذن الله، لانكم سعيتم الى الاكثار من البنين والحمد لله. النبي دي كانت شوره مهببه يا حاج. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ما تقوليش كده يا اختنا، لان الله هو الرازق، الله هو المعين، فما تقلقيش ما تقلقيش من حاجه ابدا. وعموما انا ربنا قدرني وهنقوم له محامي كبير متخصص في مثل هذا النوع من القضايا، والمحامي ده بقى هيجيب لنا كل المعلومات اللي احنا عايزينها. ليه؟ لان له شبكه علاقات جامده داخل هذه المنظومه الفاسده. فاطمني اطمني وما تقلقيش، ابو عبد الرحمن هيتعشى معاك الليله دي هو والعيال، بس على شرط تعملي له عشوه حلوه. يا رب يا رب يا حاج اسمع من بقك ربنا. بس برضو معلش كنت عايزه اوصيك على ابويا، يعني يا ريت لو ما تنساهوش. واحنا نقدر ننسى ابو محمود؟ صحيح احنا بندعي له بالهدايه، لكن ابو محمود برضو عمنا، ما تقلقيش ان شاء الله ان شاء الله الامور هتبقى احسن من الاول بكتير. وما تنسيش تعملي له العشوه الحلوه. ايه ده يا ابو شريه؟ انت اخويا بتحب تفطر الصبح كويس قوي، انما النهارده فتحها لي على البهلي. اعوذ بالله من عينك يا وليه. ايه مبسوط حبتين؟ طب ما تبسطني يا اخويا معاك شويه. الموبايل اللي انا لسه قافله ده جاب لي بشاره كنت مستنيها من امبارح. امن الدوله قبضوا على الواد محمود. بجد؟ يا فرج الله. وبعدين؟ ايوه البلاغ بتاعي جاب مفعوله، بس الواد ده
طلع اخطر من اللي كنت بفكر فيه. الكلام ده صح؟ طب ازاي؟ طلع مشغل الواد سالم تبع تنظيم ارهابي دولي، جابوا متفجرات من ليبيا عشان يفجروا المصنع اللي كان حيزوره الريس النهارده. محمود ابن فاطنة؟ امال ايه؟ ما تستهونيش بالواد ده. الواد ده من ساعة اللي عمله في بيتنا وقصدناه يسيبها وهو بيخطط لمصيبة، أنا كنت أبص في عينيه أحس بالغدر. إذا كان غدر ببنتك اللي بتموت فيه مش هيغدر بمصر. كويس إن هما قبضوا عليه. يشكش يا رب بس يديله إعدام ونخلص منه، والبنت بقى تشوف مستقبلها شوية. البنت اتمقتت قدام عينيه ومش عارفة أعمل لها أي حاجة. بس إزاي يا أبو شيرين الواد محمود اللي ما كانش عارف يجيب سفرة من دمياط جاب منين تمن المتفجرات؟ ايه الكلام الجاهل ده وليه انت؟ هو اللي بيشتغل في الارهاب بيصرف من جيبه؟ متمول من امريكا واسرائيل ولعب على كبير. وش وصله يا اخويا هو لامريكا ولا اسرائيل؟ هو كان عارف حتى يروح البحرين. بقول لك انت وليه جاهله وهتسد نفسي؟ يا اخويا الف هنا وشفا، بس قول لي فهمني ينوبك فيا ثواب. بص يا مشرين، الواد محمود ده زي ده الصباع، يعني زي بتاعك ده كده يعني؟ ايوه الصباع. يعرف يتحرك لوحده؟ لا، لازم في ايد بتحركه، والايد لازم لها دماغ تحركها. والواد محمود ده بقى صباع صغير وسخ، والايد اللي بتحركه هي اللي جابت له المتفجرات، والايد ديت وراها دماغ نفسها البلد دي ما تشوفش يوم عدل ويبوظوا كل الشغل اللي بيعمله ابو علاء. وماله يا اخويا ابو علاء؟ دي كل الناس بتشكر فيه وفي سندوتشاته. هو انا وليه بتكلم عن ابو علاء بتاع الكبده؟ انا بتكلم على ابو علاء الريس. ايوه فهمت فهمت فهمت. لكن ده مين؟ ده بعدهم، ده احنا نحرقهم قبل ما يعملوا كمان كده. بس انا بقى يا اخويا اللي محيرني، ما دام الواد محمود صباع في ايدين الجماعه دول، الواد سالم لهبل ده يطلع ايه؟ دوف قومي يا وليه تلاقي البيض استوى على النار. الله، ما انت 100 مره عارفه ان انا بحب البيض نص سوا. حاضر يا اخويا حاضر. يا نهار اسود يا محمود، وصلت لحد الارهاب؟ هتعمل كده في نفسك بس؟ قلت لك تعالى نحارب انا وانت لحد ما حبنا يشوف النور. سبتني وبعتني ورميت نفسك في حضن الارهابيين. طب انا اعمل ايه لو عدموك؟ انا هموت نفسي وامشي في نفس مصيرك. لا انا مش هسكت، انا هقوم اكبر محامي في رشيد. رشيد دي ايه دي؟ انا هبيع ذهبي والم كل فلوسي اللي حوشتها وراح اجيب لك محامي من اسكندريه. يا لهوي، تلاقي امك وابوك دلوقتي مقطعين نفسهم عياط عليك. انا لازم اروح اقف جنبهم. دي النيله هعمل ايه في امه دي كمان؟ الانسان عامل زي المبرد. لا مش وقت، انا لازم استحمل واسكت. انا لازم اعرفها ان انا بحبه وهقف جنبه حتى لو هو سابني. حبيبي يا محمود. بتتكلمي مع مين يا بيت؟ ايوه ياما. طب يلا لحسابك هيخلص الاكل. حاضر انا جايه اهو. حبيبي يا محمود، يا رب عدي الايام دي على خير. سيادتك ساكت ليه من ساعة ما دخلت؟ اوعى تكون مش لاقي كلام تقوله يا باشا. كنت عايزين تقتلوا الرئيس ليه يا محمود؟ والرئيس اتقتل؟ والله العظيم ما اعرف. انا بس كنت بقول لسالم ما ينفعش تسيبه يمرمطك كده ويبهدل كرامتك. لكن توصل لدرجة القتل؟ لا. انا كده فهمت يا باشا. انا كده فهمت. انا اللي كنت فاكر ان الموضوع وراه صيد وسمك. كان لازم افهم ان في مصيبة. والرئيس اتقتل فعلا يا باشا. انت هتستعبط؟ يبقى اتقتل. يا ابن الكلب يا سالم، واخدني كوبري عشان ساعه وكيل النيابه ما يجي يساله كنت فين ساعه وقوع الجريمه يقول له كنت مع محمود في قلب البحر، واخرها جنحه حبس وغرامه يعني. بس يا باشا انتوا اتاكدتوا ان سالم هو اللي قتله؟ اصل الرئيس ليه اعداء كتير. لا والله. زي مين؟ نص الصيادين ما بتطقوش. ليه بقى؟ يا باشا هو في حد بيحب الرئيس بتاعه؟ سيادتك اكيد مخنوق من الرئيس بتاعك. حضرتك بتشتغل وهو بياخد شغلك على الجاهز. يا
يعني زمانه دلوقتي نايم مع المدام او بيفسح العيال في النادي، وحضرتك قاعد تحقق عشان تعرف مين اللي قتل الرئيس ابو المعاطي. مين؟ رئيس ابو المعاطي يا باشا، رئيس صيادين الله يرحمه بقى، كان راجل شراني، بس طالما مات مقتول يبقى مات شهيد. بس ازاي سالم قتله يا باشا؟ انا كنت بقيت عنده طول الليل وما سبتوش. يعني انت مصر انك تستعبط ومال؟ تعال نلعب. صوت القاهرة تقدم. طيب طيب يا داري. طيب يا دي النيل على الصبح يا بنتي، حرام عليكي نفسك والله، انتي بتصعبي عليا، والواد دماغه مش عايز يلين ولا كلمه. يا خالتي ما تقولش حاجه خالص، احنا لازم نقف جنب بعض لحد ما المصيبه تتعدي على خير. مصيبه ايه يا حبيبتي؟ كفله الشر، ياما دقت على الراس طبول، وهتعدي ان شاء الله زي اللي قبلها واللي قبلها. بصي بقى، انت عايزه تساعديني؟ خدي قوري الكوسه دي، وبعد كده تنقلي شويه رز، ولا اقول لك ينوبك فيا ثواب، اصل انا ظهري متشنكل وبيوجعني قوي. تقومي تسيقي لي الحمام والمطبخ. ها؟ ايه؟ مش انت اللي بتقولي نقف جنب بعض؟ يا خالتي طبعا، عينيا ليكي. لا حول ولا قوه الا بالله، الست دماغها لسعت من الصدمه. هو ايه اللي انت مشغلاه ده يا خالتي؟ بس اعمل ايه عشان اصحصح وما انعسش؟ بس ما دام انت جيتي هطفيه واقوم اريح شويه. يا رب عدلنا الموال ده بقى عشان يسيبوا ابو محمود. هو انت يا خالتي زعلانه من محمود في حاجه؟ ليه يا اختي؟ ده نن عيني من جوه، ده كتة قلبي. طب ليه يا خالتي ما بتدعيلهوش ان هم يسيبوه؟ يسيبوه من ايه؟ يا نهار اسود، ايه ده؟ في ايه؟ انا يا لهوي بيت، انت بتبرطمي تقولي ايه؟ انطقي. مش عارفة يا خالتي، وانا مش فاهمة حاجة. انت عارفة ولا مش عارفة يا خالتي؟ عارفة ايه يا منيلة على عيني؟ قولي يا بوز النحس، انطقتي عايزة ايه؟ يا نهار اسود، ماله محمود؟ انا بلا بخت، انا بخت، انا خرب بيتك. انت ايه اللي يوديكي اصلا؟ متشكرين يا اختي على الواجب، اديكي ورطتينا ورطة محببة. يا بنت الكلب. ايه؟ يا اختي والله ما اقصدك انت، انا بكلم البت رقية. والله لو يا بابا انك شتمتيه وقلتي عليك انا. بس بت بس. ايه؟ اديكي سامعه يا اختي، اديكي سامعه المورستان اللي انا فيه، اجي ازاي بقى؟ وانا امي ما بتستحملش العيال دي. بس يا بت ما بتستحملش يا اختي هوسه العيال وبتتضايق. قولي لي بقى، هو الدكتور قال لك انها الحقنه دي هتنيمها ساعتين؟ ثابت. طب كويس الحمد لله، على الاقل بس يكون بلنا اي بيان في الموضوع ده. بص يا ابني ما فيش حاجه يا اختي، ما فيش. لا انا قومت محامي لحسين والبابا. هم المره برضك يشوف محمود. يا اختي ربنا يخرجهم بالسلامه ان شاء الله. تحيه؟ لا ما تكلمهاش، انا هكلمها في بورسعيد. جوزها يا اختي ما شغال برضك في البيزنس وممكن يفيدنا، جيب لنا محامي واتنين. بس يا بت ايه؟ لا انت سيبيها بقى مع ام ياسمين وخدي بعضك وانفدي بجلدك يا اختي، خدي بعضك وامشي. ما هي لو صحيت وشافتك قدامها هتفتكر اللي عمله محمود يا بت بس هتفتكر اللي ابوكي عمله في محمود. ايه؟ انفدي بجلدك بس يا بنت الكلب. يا اختي ما اقصدكيش انت والنعمه. مع السلامة يا ولادي. أنا مش عارفة أقول كلمتين يا ولادي، غرم من وشي، والنعمة اللي هيجي أنا هشقه. ده غول بيه ده يا ربي، حسبي الله ونعم الوكيل. يا شافي بقول لك قوم قوم، أنت سايبني في المصيبة دي لوحدي. حرام حرام عليك يا تحية، حرام عليك اسلوب الفزع اللي انت معيشاني فيه دي، اللي هتكون اول ولا اخر مره. بقول لك محمود اتمسك بسلاحه وذخيره ومتفجرات متقربه من السودان. عارف ده يعني ايه؟ يعني اخويا انا هياخد مش اقل من اعدام. صدقي وامني، اخوكي محمود ده طول عمره طماع وغاوي المكسب السريع. قلت له تعال اشتغل معايا وهديك اكتر من اللي بياخده خريجين كليه الطب الدكاتره الكبار. اتعنطز وعمل في امها امه. طبعا مهما خد مني مش هيجي قد اللي بياخده من مكسب تجاره السلاح. الزموا الكلام ده، انا في ايه وانت في ايه؟ ملزموش ولا حاجه يا اختي، ملزموش ولا حاجه. انا بس صعبان عليا البني ادمين اللي مش عارفه مصلحتها فين،
ربنا معاه ويقويه. هتنال تاني يا راجل واستني في اللي انا فيه. لا عايزاني اعمل ايه؟ تكلم والنبي والنبي كلم محامي من اللي انت بتشتغل معاهم. يا بنت الحلال عايزاني احط رجلي في قضيه سودا زي دي؟ ده انت بتقولي تجاره سلاح ومحاوله اغتيال رئيس جمهوريه، انت مستغنيه عن عيالك وليه انت؟ يعني ايه؟ عايزني اسيب ابويا واخويا محبوسين واقف اتفرج عليهم يا شافع؟ لا ودي تيجي ضميني معاهم في ام القضيه واخلصي مني يا تحيه. يا بنتي الحلال افهميني وايمانات المسلمين، احنا لو في ايدنا حاجه مش هنتاخر، بس عايزك تفهمي المحامين اللي شغالين معايا شغالين حاجه اسمها بيزنس تحكيم تجاري، يعني قضايا تجاريه. قضيه المصيبه بتاع اخوكي عايزه محامين سياسه ارهاب دولي زي ما بيقولوا، وانا ماليش مصلحه في دول. اخوكي بقى المناضل التاني هو اللي يعرفهم، مش هو اللي جاب له المحاميه اللي رفعت له قضيه في الجامعه يشوفها هي فين، واذا كان على الفلوس رقبتي سداده من 1000 ل 100 ألف. انا عمري ما اتاخر على حد، بس في اللي ما يضيعنيش. انا قلت اللي عندي وعدني اللي احب وازح. سيبيني بقى يا اختي ارتاح شويه عشان اقوم اشوف المصلحه. اهدي يا مدام تحيه، الموضوع بسيط والله. هو مش اعتقال، هو احتجاز عادي، يعني بيحصل كتير لاي حد من الناشطين السياسيين. هو احنا كلنا طلعنا عادي بعد ما قرفونا زي كل مره، بس هو احمد قعد عشان محمود اصلا كانوا بيدوروا عليه. واضح ان حد كان مبالغ عنه امبارح. متهيألي بعد اللي حضرتك بتحكي عنه ده هم هيفضلوا حاجزين احمد لغايه لما يطلعوا منه اي معلومات. لا لا لا، ما اظنش ان احمد يعرف اي حاجه عن الموضوع ده، لانه اصلا مش حقيقي. هما متعودين كده كل شويه يفبركونا اي موضوع. انا مش هسكت، انا هبلغ مركز المساعده القانونيه اللي في اسكندريه. ايوه هما دول، هما دول اللي كانوا رافعين القضيه بتاعت الجامعه بتاعت محمود وعارفينه كويس. ده انا هكلم كذا حد من صحابي اللي شغالين في منظمات حقوق الانسان وصحفيين ومراسلين برامج. لا 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 مش هنسكت خالص، عايزك تطمني خالص. احمد اخويا ومحمود اخويا ومش هنسيبهم خالص. اوعى تلمسني لو لابس حاجه خشب هكهربك. اللي حصل ده ما يرضيش ربنا. انت مين اللي عمل فيك كده محمود؟ يا ام الذكاء يا اخي، هيكون مين يا سالم يعني؟ الله يخرب بيتك ضيعتنا. ايه اللي انت عملته ده يا سالم؟ ايه اللي خلاك تقتل الرئيس بتاعنا؟ يا نهار اسود، انا مش فاكر حاجه من الكهرباء. رئيس الصيادين، ايه اللي خلاك تقتل رئيس الصيادين يا سالم؟ ضيعتنا، الله يخرب بيتك. انت بتقول ايه يا محمود؟ انا مش فاهم حاجه. زي ما قلت لكم، الامل كله في الواد ده، شكله مهزوز وهيجر بكل حاجه، لكن الواد التاني عقر مش هيوصلنا لحاجه. مش ممكن سيادتك يا فندم، دخلت شويه كهرباء ينوروا حي، مفيش فايده. انا قلت في حاجه في الاسلاك بس طلعت المشكله فيه هو. واضح السبب ان جسمه متعود عليها، في تقرير في ملفه بيقول ان كان شغال كهربائي. كهربائي ونقاش وسباك، وكمان اشتغل طيار في مطعم بيتزا لما كان بيدرس في القاهره. انا من ساعه ما عرفت موضوع الاضراب عن الطعام اللي عمله ده عشان يتعين في الجامعه، وانا قلت الواد ده مش سهل، هيتعبنا كده بقى، يبقى عنده كل الدوافع عشان يعمل عملته المهببه دي. بس من غير اعتراف تبقى القضيه ضعيفه ومفيش قضيه. بقول لكم ايه، ركزوا مع الواد التاني ده، صياد وملوش في الكهرباء. ها يوم السبت عندنا اعتصام عمال شركة المراجل البخارية. يا جماعة لازم نتضامن معاهم، أمن الدولة بيهددهم وفعلا اعتقل 3 من قياداتهم. على الأقل يعني نساعدهم يوصلوا صوتهم للإعلام. في يوم الأحد القضية بتاعت أهالي توصل، ويوم الاثنين في الوقفة الاحتجاجية بتاعت كلية آداب. ده عشان الطلاب اللي اتفصلوا لما عمل معرض صور عن فلسطين. يوم الثلاث بقى في المقابلة مع الممثل القوى السياسية والمجتمع المدني. المقابلة دي مهمة قوي عشان عاوزين ننسق فيها هنتحرك ازاي في قضية خالد سعيد. او طبعا يوم الاربعاء الجلسة بتاعت سواق ميكروباص اللي اتعذب. شوفوا بقى، يوم الخميس شكلها كده والله اعلم اجازة، لحد دلوقتي مفيش حاجة،
ده يبقى ايه؟ اول خميس من شهرين ناخده اجازه؟ اهلا. السلام عليكم. اتفضل ادخل يا باسم. ازي كمان؟ الحمد لله تمام. اقعد اقعد. ممكن بقى ازود على الجدول الحافل بتاعكم ده قضيه ما تستحملش التاجيل خالص؟ لامتى؟ اليوم الخميس؟ لا دي لازم نتحرك فيها النهارده ودلوقتي كمان. فاكره محمود عبد الناصر اخو احمد صاحبنا اللي كنت رافع له القضيه بتاعت الجامعه؟ طبعا فاكراه. هو ده لسانه يتنسي ابدا؟ لسه مكلمني الاسبوع اللي فات ومقطمني علشان رول القضايا في المحكمه، بيكلمني كاني انا شخصيا المسؤوله عنها. هو مش عاوز يقتنع ابدا ان هو القضاء في بلادنا كده بطيء، القضاء عندنا بطيء. يلا بس انا عذرابر. اهو مشكلته دلوقتي ما بقتش في الجامعه، بقت اكبر بكتير. قبضوا عليه النهارده وبيتهموه هو واحد تاني بمحاوله اختيار رئيس الجمهوريه اثناء زيارته المصنع جنب رشيد. ايوه فعلا ده كان راح هناك النهارده بس الزياره اتلغت وراح برج العرب بس. ما هو واضح فعلا ان ده السبب بتاع الغاء الزياره. انا ما عنديش تفاصيل كتير قوي خصوصا ان الموضوع اتكتم عليه وما خدش طريقه لا الفيسبوك ولا تويتر ولا لاي حته. كل اللي فهمته من اخته واللي هي عرفته عن طريق راجل بيكره محمود ليه ناس في امن الدوله بيقول ان هما متهمينه بتهريب اسلحه ومتفجرات عشان يقتل الرئيس. ابو فاشل ليه بقى ان شاء الله؟ يا راجل حرام عليك، انت عاوز يتقتل قبل ما نجيبه ونحاكمه هو ورجالته. يا منى انت هتنقطيني، ده احنا هنموت قبل ما نشوف الراجل ده ميت. عايزانا بقى نعيش لحد ما نشوفه بيتحاكم؟ ومين اللي هيحاكمه ان شاء الله؟ حضرتك الراجل ده ماسك كل حاجه في البلد في ايديه. مش ده موضوعنا دلوقتي، خلينا في المهم. قولي محمود فين؟ اخته بتقول انه لسه في رشيد في فرع امن الدوله اللي هناك. غريبه، مع ان في المصايب الكبيره عاده بيبعتوهم اسكندريه. تخيلوا بقى ام المصايب اكيد هيروح القاهره. ما هي دي الفكره، احنا عايزين نلحقه قبل ما يطلعوه من رشيد وما نعرفش ودوه فين، وبعد كده يلعبوا معانا لعبه احنا ما نعرفش مكانه وروحوا بلغوا في النيابه. ايه انت هتقولي دي لعبتهم المفضله. ها يلا يا شباب عاوزه افكاركم. هنبتدي من فين؟ هو في ميزه احنا ممكن نستغلها انهم قبليه قبضوا على ابوه وجوز اخته وناس كتير من اهل رشيد في الاجراء المهبب اللي بيعملوه كل ما سيادته تروح مكان يقوموا لامين كل الناس اللي في القايمه بتاعتهم. ده حتى اخوه احمد سابونا وحجزوه اكيد عشان يحققوا معاه في اللي حصل مع اخوه الكبير. وانت عارفه بقى التحقيقات دي بتبقى عامله ازاي. بس انا مش فاهم ازاي دي تبقى ميزه. على فكره بس اللي عنده حق. ايوه ازاي؟ بصوا احنا نستغل ان هم المره دي اعتقلوا ناس كتير. نستخدم الحكاية دي كضغط على أمن الدولة. أيوة فهمينا إزاي؟ أقول لكم مبدئياً إحنا نتصل بكل القوى السياسية اللي في رشيد وكل الناس المحترمة معارفنا، وكمان ما ننساش النقابات عشان أبو محمود شخصية نقابية مهمة جداً في رشيد ومحبوب كمان. مش بس في رشيد، ده كمان في كل المصانع اللي حوالين رشيد وكمان أبو قير. ده كان قيادة عمالية ناجحة جداً، ده لولا أمن الدولة كان زمانه من قيادات اتحاد العمال في مصر كلها. طيب حلو قوي قوي، يبقى احنا بقى نتصل بكل الناس دي فورا. بص يا جماعه، ما دام بتوع امن الدوله لحد دلوقتي مكتمين على الموضوع في الاعلام، ده معناه ان مفيش حاجه ممسوكه في ايدهم. عشان لو كان فعلا في ايدهم حاجه ما كانوش سكتوا ابدا. طبعا، كان زمانهم عملوا فرح بلدي في كل وسائل الاعلام. يبقى احنا بقى هنربك حساباتهم بتحرك شعب سريع. ايه يا دماغك خيرك كده ليه؟ ليه شفت حاجه؟ يا باشا وعهد الله اللي حضرتك بتعمله معايا ده ما يرضي ربنا. هو يرضي ربنا ان انت تقتل رئيس بلدك؟ يا باشا يا باشا والله يا باشا انا ما عارف انت بتتكلم على ايه؟ يعني حضرتك تقول لي رئيس بلدي الواد محمود الله يحرقه بجاز يقول لي الرئيس ابو المعطي بتاع الصياديق؟ يا باشا في حاجه غلط وعهد الله. انت شطونا لبعض ولا ايه؟ طيب خده قلع البنطلون شوف هيكرر السلام الكلام بتاعته ولا لا. لا 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 يا باشا لا بلاش البنطلون والنبي يا باشا بلاش البنطلون. بص يا باشا حلق سعادتك اكتب سعادتك لكل اللي انت عايزه في ورقه وانا حمدي عليه. صح يا باشا صح يا باشا صح انتوا معاكم حق الواد محمود كان بيعمل خليه وعايز يقتل رئيس البلد احنا ولاد كلب ارهابيين يا باشا. صح صح يا باشا بس بلاش البنطلون ابوس ايدك يا باشا بلاش البنطلون والنبي. ايه ده سيادتك؟ دي اعترافات سالم. اديك شايف بنفسك امضته موجوده على كل ورقه. امضه مين يا باشا؟ ده سالم نفسه ما يعرفش ان دي امضته. انت بتشكك في كلامنا يا محمود؟ وحضرتك عارف سالم ده مين؟ لو سيادتك مصدق ان سالم ممكن يقول الكلام ده مش هقول لك يعمله. يبقى البلد كلها عندها مشكله سيادتك. ايوه كده. خلينا في الجد. سيبنا بقى من قناع السذاجه اللي احنا لابسينه طول الوقت ده. انت لانك شايف ان البلد فيها مشكله قررت انك تقتل رئيس الدوله عشان تحل مشكلتها.
هو سيادتك مصدق نفسك؟ معلش ما تزعلش مني يا باشا، بس السؤال ده كان شاغلني من زمان، من اول ما ابتديت افهم يعني ايه ابويا العامل الشقيان اللي بيدينا مصروفنا بالعافيه، معتبرينه خطر على امن الدوله. في الاول كنت بفرح بقول ليه لا، ايوه انا ابويا خطر على امن الدوله. هو صحيح ما يبانش عليه، بس اكيد مخبي واخد احتياطاته. كنت بقعد ادور في البيت على الاجهزه اللي هو مخبيها عشان يزعزع بيها استقرار البلد. اصل دي اول جمله حفظتها لما سالته هم حبسوك ليه يا بابا. عمري ما فكرت ان ابويا عميل لامريكا واسرائيل عشان بيكرههم بجد، وكنت دايما بشوفه بيعيط وهو بيتفرج على نشره الاخبار لما بيشوف اللي بيحصل للفلسطينيين. بس كنت بقول لنفسي اكيد بيشتغل لجهات تانيه، جهات بتحب مصر عشان ابويا بيحب مصر. بس كل ما كنت اكبر وافهم ابويا اكتر واشوفه خارج من حبسه لحبسه من استدعاء الاحتجاز، كنت بسال نفسي سؤال، هما الناس دول عارفين حاجه عن ابويا هو نفسه ما يعرفهاش؟ هو ممكن يكون ابويا عميل من غير ما يعرف؟ عميل ما بيقبضش، طب عميل لمين؟ هي الناس دي مصدقه نفسها قوي كده ليه؟ بس النهارده يا باشا اول مره اعرف ان اللي ممكن يصدق ان سالم يتآمر على قتل رئيس الجمهوريه هو نفسه اللي ممكن يصدق ان ابويا خطر على امن الدوله. جميل قوي، فضفضت استريحت رجعت لماضيك الحزين. نرجع بقى الموضوع، ما هو قولك فيما هو منسوب اليك في اعترافات المتهم الثاني بانك قمت باقناعه بالتآمر لاغتيال رئيس الجمهوريه اثناء زيارته للمنطقه الصناعيه في رشيد، بعد ان علمت بنبأ هذه الزياره من والدك الذي علم بها بحكم صلته بالاوساط العماليه، وقررت ان تقوم بهذه العمليه احتجاجا على اوضاعك الشخصيه والاجتماعيه كما هو مثبت في اعترافات المتهم الثاني. هو ده خط سيادتك؟ تسأل ليه؟ أصله خطه حلو قوي يا باشا، بس أنا خطي وحش. مش مهم يكون خطك حلو ولا وحش، المهم إجابتك على الموضوع الخطير اللي أنت متورط فيه ده، إذا كنت أصلاً مدرك خطورته. إذا كان سالم نفسه أدرك يبقى أنا مش هدرك، ده حتى يبقى عيب على الشهادة اللي أنا خدتها. بس يعني كنا وفرنا كل المجهود دون، وكان الورق ده جه جاهز من الأول يا باشا. يعني يعني أنا هعترف سيادتك، هما بيقولوها إزاي في الجرايد سأدلي باعترافاتي كاملة، بس أنا هدلي لوحدي ولا حد هيكتب ورايا؟ مش لما نعرف أنت هتدلي بيه الأول؟ عندك حق يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، أقر أنا وأعترف فعلا بكل التهم التي وجهها لي المتهم الثاني أخويا وشريكي وصاحبي، ولا أستطيع أن أنكرها لأن مش من أخلاق الصحوبية أن أطلع صاحبي عيل. بتهزر يا حمك؟ لا والله، أنا بس حبيت أدلي بالبلدي، بس أنا عارف إن ده ما يصحش. بس سامحني سيادتك بقى يعني في التشكيل، أقر أنا وأعترف بأنني شعرت بحقد شديد تجاه السيد رئيس الجمهورية لأنه يعتبر المسؤول الأول عن اتهام والدي العامل المكافح الذي يبحث عن حقوق العمال بأنه خطر على أمن الدولة، وهو مما أدى إلى اعتقاله عدة مرات، وبالتالي إلى حرماني من التعيين في السلك الجامعي كمعيد رغم أنني كنت الثاني على دفعتي، وكل ذلك بسبب التقارير الأمنية. فلم يكن بمقدور شاب مثلي أن ينال حقه في الوظيفة الجامعية التي يستحقها، وبالتالي لم أستطيع أن أتزوج أو أن أنفق على أسرة، فأنا بلا وظيفة وبلا مستقبل. وبدلا من أن أصبح معيدا بهندسة الميكانيكا أصبحت ميكانيكي، وحتى دي مش لاقيها. أنا آسف يا فندم، أنا آسف إن قلتها بالبلدي بس هقولها لك بالنحوي،
وحتى هذه لا أجدها، وكل ذلك بسبب التقارير الأمنية. ولذلك بتهزر؟ عامل فيها ذكر؟ بلعب معك في الشارع أنا؟ عندك حق يا فندم، أنا أكيد خرفت. طب ممكن سيادتك تكتبوا اللي أنا عملته وأنا همضي عليه؟ ما انت هتكتب اللي انت عملته وهتمضي عليه. لا ايه سيادتك، عايزينك ثانيه لو سمحت. مش وقته. اعتقد حضرتك لازم تيجي معايا.